السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب، هذا المدرب كيفاش لعب المباراة، وان شاء الله بربي يصحح اخطائه، نتمنى يصحح الاخطاء تاعو. وين هذا المدرب وين شاهدنا المباراة يعني من الوهلة الأولى، أي تفرجت للخطرات تفرجت على البارتية ومعاود تفرجت على للخطرات، يعني ما تفرجت للخطرات والبارتية خاطر البارتية دي فوا ما تبعش مليح، تبعش مليح تشوف تعرف كي راهم يلعبو، تعرف الخطة، تعرف بصح كي تعاود تفرجها تعاود تفركتها مليح. هذه هي وجدنا وين دخلنا المباراة برسم تكتيكي، نقولوا بلي رسم تكتيكي كيفاش نقولوا 4-3-3 يعني كلاسيكية، يعني وشأنه وفكر، يعني وشأنه وين فكرة هذا المشرف هذا في أول نصف ساعة كانت واضحة، يعني تشكيل مثلث يعني تريونغ اللي كنا نهضروا عليه كانوا يخدموه، يعني كنا نخدموه يعني 2019 قاعدين نخدموا به بصح ما تنجمش تلعبها انتيا. غادي على ولينا نقولوا باللي المستوى تاع ليكيب ناصر ولا يطيح، قالت ولا يخوي بالناصر، يخوي بالناصر. بوداوي ما ينجمش يلعبها، بوداوي ما ينجمش يلعبها، غادي كاين بزاف امور خلينا منهم بصح غادي من بعد. وين تشكيل مثلث يعني على الاطراف ثم مهاجمه اللاعب الوسط والإنصاب مساحة، يعني كيف ذلك؟ هذا نقول لكم كيفاش شتو دوك نشرح لكم شتو هادي على هنايا. النهار اللي لعبنا كونتر الكاميرون قلت لكم يا جماعه كو عطار لعب في المكان تاعو افضل، خاطر يخدم مع محرز يجبد عليه منا مرة أخرى يفوت دي فوا محرز يجبد عليه زوج تاع ديفونسيرا، يعني يجبد عليه زوج ديفونسيرا هو بينيتي يدخل الكاري 18 ويخدم كرة عكسية دي فوا دايما يكون موراه في غولي يدير باس عكسية في غولي ولا يدخل بينيتري يتريبلي ويجيب بيناتي ولا يدير سونتر. حنا كيما كنا نخدموها بصح من بعد يعني على الكاميرون في الاخر كيسمو ما دار والو، عطال ما دار والو، خاص ما يخدمش في البوست تاعو وما يطيقش يخدم مع بلايلي، ما يجيبش يخدم مع بلايلي. يعني كودا ليكيب ناسيونال مدرب كودا على نقول لكم بلي لعنت قاسامة تلاحق فينا، على نقول لك بلي لعنت قاسامة، خاطر لا مدرب هو لي كودا ليكيب هو اللي ربحونا، خلى الغاشي ربحنا وما تحصلنا في الغاشي حنايا. وين تشكيله مثلثه على الاطراف ثم مهاجمه اللاعب الوسط انصاب يعني مساحات كيف ذلك، نشرحوا اكثر في الجهه اليمنى. محرز يدخل الى الوسط، يدخل الوسط يسحب ظهير نيجر ويفرغ الرواق لمهدي لاريس، هذه كانت من الهال كاينه، يعني في لاريس في هذه اللحظه يهاجم هشام بوداوي، لكن هشام بوداوي ماهوش كيما ذاك اللاعب اللي كنا نشوفوه، يعني اللعابه نصف المساحه نصف طريقه تحدث على اليسار مع الثلاثي بلايلي ايت نوري وبن ناصر. الفكره فشلت لعده اسباب، اولا هشام بوداوي اثبت فشله في ذلك المركز، يعني ثانيا لاريس لا يملك خصائص أو كفاءة للتطبيق هذه الفكرة، وهنا يجب الإشارة إلى أن المشكلة في بالماضي، سواء توظيف لاعبين يعني يحملهم يعني ما يحوس يلعب بالطريقة اللي يبغيها هو، بصح اللعابة ما يمشوش مع ذاك اللاعب، ما يمشوش هذه اللي بدأ. وأنا أقول بلي هذا سوء توظيف لاعبين يعني يتحمله بالماضي مشي عارف كيفاش يبوزي اللعابه. المدرب تاع النيجر كافالي ويعتمد على كتله متوسطه بنظام 4
اسمحوا لي 4-1-4-1 يتحول إلى 5-3-2 بدخول لعب محوري متقدم مع الدفاع والتشكيل خماسي من أجل خلق زيادة عددية على الهجوم الخضر وقتل خطورتهم. هذا الرسم التكتيكي نجح به كافالي طيلة الشوط الأول، خاصة أنه تقدم في النتيجة محل إذن للوصول إلى مرمى النيجر ببساطة. هذه المباراة مباريات تحتاج إلى صانع ألعاب حقيقي وليس متوسط ميدان بأدوار هجومية، لأن خطورة المنتخب محدودة تأتي فقط من الأجنحة، لكن بوجود رقم 10 تتعدد الحلول وستزيد يعني من الصعوبة المنافس. الشيء الذي تحقق مع بداية يعني مع البديل الشيبي، واو لله لكم دروك انت ماش دو مارس تلعب. خلينا من البارتي تاع نهار الخميس تا ماش دو مارس تلعب بلا 10 وتقول لي بيرو يلعب كوب دي موند نجيبا اذا ما كاش. بالماضي في مرحله بناء اللعب من الخلف يطلب من بنطالب الدخول بين قلب الدفاع من اجل خلق زيادة عددية يعني 3-2 على الهجوم النيجر. دفاع يعني مدافع الأظهرة يعني آيت النوري مهدي لاريس إلى الأمام، لكن المشكلة لازم تفهمها يا سي المدرب ويساهموها الناس. يعني المشكلة يعني متشوف الأظهرة آيت النوري كلش، لكن المشكلة أن خصائص بن طالب لا تفيد لعاب لا يملك ميزة كسر خطوط المنافس. تمريراته كلها إلى الخلف أو سلم واستلم سلم واستلم لياليك، أما كرته الطويلة تفقد للدقة وأغلبها خاطئة. وهنا أعود لنفس المشكلة، سواء توظيف لاعبين يعني سوء توظيف لاعبين من جمال بالماضي. خاطش نقول لكم ونعاود لكم، بالماضي ما يعرفش يبوزي اللعابة، مش عارف كيفاش يبوزي اللعابه، مش عارف يعني كيفاش يحط اللعابه، مش عارف يا اللعابه عنده يا الخطه اللي يديرها ما تمشيش مع اللعابه. هذه هي. الشوط الثاني اظهر المنتخب الوطني الجزائري رده فعل، يعني تغيرت يعني شان اتى بثمره يعني من اولا بنجاح رغم انه لم يسجل، لكن تاثيره واضح في عده لقطات على عكس ديلور. ثانيا شيبي كصانع العاب حقيقي وأحيانا متأخر قدم إضافة وكان وراء التمريرة المفتاحية للهدف الثاني. بوعناني هو الآخر صنع الهدف ولمسته الكرة كافية لتأكيد أنه موهبة قادمة بقوة. سبب يعني تفضيل بقاء ماندي على طوبة عند دخول رامي بالسبعيني لسببين، هو بحاجة إلى اللعب يساري في بناء اللعب، وثانيا طوبة تسبب في لا طوبة مشي وتسبب في الهدف. لا نركزوش على روحنا، كان بزاف يقول لك طوبة تسبب. لا ماندي من يعني ماندي ما طوبة يعني وين كانت الغلطة تاع الاخر ما كوفريش بن ناصر ما كوفريش. مين يطلع طوبة؟ مين يطلع قلت لك؟ مين يطلع آيت النوري؟ آيت النوري تريبل دم 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 كل عب كونترا اتاك مع صاحبه، كل عب لي باس مع صاحب طب داوها وراحوا مركونا هم مالكم. شكون اللي ما بلعش؟ شكون اللي ما كانش مبلع؟ بن ناصر ما كانش مبلع، نهضروا صح. يعني شفتوا واحد بيتحرقوا طوبة باش يقعد بالسبعيني، مازال عندكم انتوما بزاف صوالح. يعني نبقى ونقولوا بلي ماندي يبقى غير مقتنع غير مقنع يعني وين خلو يعني ماندي مازال. نتمنى ان الذي يكون مجرد يعني فوز خدعه لنواصل النوم بسبائي في واحد يعني الله يجعل ان شاء الله ما يكونش هذا الفوز خدعه برك. نواصل النوم بسببه في الوحد يعني الوحد متعقدين انه عسل يعني الناس هو وحده معتقدين باللي احسن. هذه هي الله يجعل ما تكونش خدعة برك هذا الفوز. هذا صعيبة ماشي سهلة.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله بربي دائما معكم جديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي.